السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. صيف 2024 في جزيرة راس البر نتعمل فيها حاجات كتير جديدة السنة دي، هنشوفها ان شاء الله تباعا، لكن من اهم الحاجات هي الساحات والاعداد المجانية الرائعة اللي اتعملت جنب مطاعم البحر مباشرة، بداية من لسان العائم وهتوصل ان شاء الله لغاية ساحة الملتقى، خلص منها جزء كبير وده اللي هنشوفه النهاردة. شايفين حضراتكم ده مطعم العائم وجنبه بقية مطاعم البحر، بنطلع السلم ده بنلاقي الساحات والاعداد الجديدة، متنفس جميل ومجاني للناس على البحر مباشرة، اعداد ولا اروع، لكن كمان جنة للاطفال والشباب السكيترز اللي بيستعرضوا مهاراتهم في المكان ده. وفي مكان تاني جنبه هنشوفه بعد شوية، السكيتنج بقت رياضة موجودة في كل الساحات والحدائق والاماكن في مصر، لكن لما تكون على البحر بتبقى حاجة تانية ولا اجمل. في ناس بتقعد على المدرجات المخصصة للجلوس، وناس بتحب تقرب اكتر من البحر وتقعد على الصخور الموجودة على البحر مباشرة، قاعدة رايقة بدون تكلفة، خصوصا ان في مطاعم زي العائم بقت تغالي في الاسعار بشكل كبير السنة دي، وفي ناس بتجيب كراسي معاها وتيجي تقعد وحاجة اخر روقان. تعالوا نلف المكان ونشوف الاجواء في اوقات مختلفة، هنشوف المكان ساعة الغروب والشروق وبالليل، واي خدمة نسألكم الدعاء. Thank you.